كيفية الالتزام في الطريق الاستقامة، وأول حاجة الصلاة في وقتها، وتاني حاجة التخلص من أي علاقة غير شرعية، وتالت حاجة التخلص من العادات السيئة اللي انت كنت بتعملها، ورابع حاجة عدم الاستماع إلى الأغاني بعد كده، وخامس حاجة تحديد جزء من اليوم تقرأ فيه القرآن الكريم، وسادس حاجة الصحبة الصالحة، وابتعد عن الغيبة والنميمة. وبس كده فعليا ارمي شنطة المدرسة بتاعتك وبس كده، شكرا عشان وصلت 60,000. السلام.